أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبرلمان لخروج قانون العمل بشكل يحقق تطلعات العمالة المصرية. وقال النواب خلال مناقشة قانون العمل الجديد داخل المجلس إن القانون يحمي استغلال الأطفال في العمالة ويهدف إلى تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العاملين. المناقشات بتتركز على الأحكام الخاصة بتشغيل أو عمالة الأطفال، فكرة أيضا علاقات العمل الفردية، يعني عقد العمل ما بين صاحب العمل والعامل، وأيضا فكرة يعني تنظيم علاقة هذه العلاقة، وفكرة أيضا التوثيق لها من حيث وجود ملف خاص بالعامل يتضمن كافة بياناته ومعلوماته، فكرة أيضا الترخيص للعمالة الأجنبية. يعني هي كلها أمور استكمالا يعني لمشروع قانون العمل، أمور تنظيمية متعلقة بعمالة الأطفال وبعلاقات العمل الفردية. الحكومة تعاونت معنا كثيرا جدا، وهي الحكومة أولا هي اللي عملت المبادرة، هي اللي قدمت الموضوع، يعني قدمت القانون، وزي ما شايف حضرتك مع الوزير حريص جدا على أنه يحضر هو ورجالته وزير القوى العاملة يعني الاجتماعات ويناقش ويشرح ويشارك في الحوار، ولما بيلاقي النواب يعني عندهم إضافة بيستجيب، وإحنا برضو لما بنقتنع بالرد بتاعه بنستجيب. فهو ده الحوار البرلماني الجميل، عشان في الآخر نوصل لإيه؟ نوصل لقانون، قانون عمل يعيد للعمل قيمته. وقانون العمل من القوانين المهمة جدا، وطبيعي ياخد هذا الكم من النقاشات والآراء المتنوعة والمختلفة. النهاردة كان جزء من النقاشات متعلق بمسألة عمل الأطفال وعمالة الأطفال، وإزاي نحن نضمن حماية لأطفالنا، وبحيث أن هو نضمن صحتهم وتعليمهم ورخائهم. كنت متقدم بتعديلات متعلقة برفع سن عمالة الأطفال إن هي توصل ل 16 سنة، وكمان النص على عدم تشغيلهم في الأعمال اللي ممكن تؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية أو الأخلاقية. في الأول في الآخر هو تحسين جودة سوق العمل المصري وتحسين العلاقة ما بين صاحب العمل وما بين العامل أو الموظف. في نجد امتيازات جديدة في القانون ده لضمانة أكتر للعامل المصري، وفي نفس الوقت تشجيع المستثمر إن هو يجي يستثمر في أرض الوطن.